كلام جميل، جزاك الله خير، الله يبارك لك دكتورنا. ننطلق لأختي نادية الذاري. أول ما تواصلت معها شوي 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 تعمقت الفكرة، فتقول لي يا أستاذ جمال هذه الفكرة ما عاد عرفنا إيش نوصفها. نقولنا تشغيل الطاقات، تشغيل طاقات، نقولنا كسر البطالة، نقولنا علاقات اجتماعية، نقولنا وظيفة، نقولنا دخل للفقراء والمساكين، نقولنا تحولنا إلى أطباء، قال ما عاد نعرف إيش يوصفها. فالآن أنت تصنعي مجتمع فاعل وعندك فريق ما شاء الله وماسيين والكل يشهد بنجاحاتك أختي نادية. إيش وجدتي الفرصة هذه؟ إيش حولتي مجتمع فاعل في إيش في نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا فكرة دي إكس إن أنا أعتبرها منحة ربانية هيئها الله للبشر. لماذا؟ لأنه حولت مبادئها إلى قيم تسعى وتطبقها عمليا. إذا اختلت قيمة من القيم اللي في الأصل، هذه القيم هي موجودة معنا في ديننا في الأصل، وإنما وكأن الله سبحانه وتعالى هيئ هذا الشركة لتحيي هذا القيم في تطبيقات عملية أنت تسعى لتنفيذها، لا يعني مش أحد يجلس يدعيك لها. كلما طبقت مثلا شيء منها تجد أنه إذا حصل خلل أنت الذي ستحاسب نفسك عن الخلل وتحاول إصلاح الخلل دون رقيب. لأنها مثل ما الآن المقصود فيها هو البيع المباشر، تمام؟ علاقتك مع الشخص كلما كانت مباشرة كلما كان نجاحها أكثر، مثل علاقتك مع المنتج. إذا كانت علاقتك مباشرة استخدامك له ستجد نتائج مباشرة فين؟ في نفسك. العلاقة المباشرة اللي في نفسك هذا ستتحدث منها بنوع من القوة والمصداقية، ما أحد يقدر يكذبك. ليش؟ لأنك جربت. نفس الكلام في التعامل مع الفريق، تجد أنه أي إنسان مثلا عنده مثلا بطالة ماش لاقي فرصة عمل، بتجي تشرح له شرح مباشر. لما بتشرح له شرح مباشر ويكون الإحساس من داخل نفسك نية صادقة أنك تنفعه هو، يعني تكون أنت عندك نية أنك تنفعه، تنتشله من الواقع اللي هو فيه، هو جالس بدون عمل أصلاً، يبحث عن فرصة عمل، يبحث عن مصدر دخل. فلما يكون الإحساس صادق من نفسك، الله سبحانه وتعالى بيهيئ نفسية هذا الشخص أن يتقبل منك هذا النصح وهذا الإشادة بالمشروع. لماذا؟ لأنه حباً في هذا الشخص أن يغير حياته إلى الأحسن. إذن القيمة الأولى حب لأخوك المسلم ما تحب لنفسك. أنا أحب لنفسي أن أحيا حياة كريمة، أنا وأهلي وأختي وجارتي وصاحبتي وصديقتي، لذلك بدأت بالأقربون. يا سلام. فطبعاً بعض من الناس لما يبدأ يلقى أنه في ناس كثير تهرب، هي سنة كونية، لا ننتظر أن الكل سيأتي معك، الكل يقول لك حاضر ويتجيش، لا، سنة كونية، أقرب الناس سينفر منك. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بدأ أقرب الناس نفروا منه. إذن سنة كونية، لا تيأس، لا تيأس، بالعكس أنت ستتعلم الصبر، ستتعلم كيف تغير طرح الفكرة في المرة الأخرى. ستحاسب نفسك، يمكن أنه أنا ما عرفت شطرح الفكرة بالشكل المناسب، يمكن أنه في خلل كان في طرحي، لابد أبحث، لابد أطلع، لابد. إذن هذا الكلام نفعك في 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 جهتين: تعديل داخل النفس، حب الخير للآخرين، شرح الفكرة يعني تطوير ذاتي، أني أشرحها في المرة القادمة أفضل من الشرح في المرة السابقة. اطلعي على منتج، أنا أجد ناس يسألوني أسئلة محرجة، أنا ما أخذت المعلومة الكافية، سأضطر أن أعود لأبحث عن المعلومة الكافية التي أعطي السائل الحق الكافي من المعلومة، على أساس أنه أنا أتكلم يأخذ الأمر بنوع من الثقة، من الجدارة، من الصدق، من الشفافية، من الأمانة. هذا كلها ستحدث تطوير ذاتي في فكري، في معلوماتي، أيضا في المحيط اللي حولي، في صحتي. فأشياء يعني حقيقة أنا أجد أنه دي إكس إن أعتبرها هبة الله للعالم، مش لفئة ولا لجنس ولا للون ولا للغة، بل للعالم كله. من أدركها فلا يفوت هذا الفرصة من يده، لأنها الإنسان في الحياة الله سبحانه وتعالى يقول وأن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، يعني الجوع المطلوب إيش؟ الأكل، الصحة، الأكل من أجل الصحة، واللبس من أجل مواصلة الحياة على وجه الأرض. إذن فهذه الشركة ستقدم لك الصحة، ستقدم لك المال، المال تعمل به على وجه الأرض ما تريد من خير.
لأن البعض حقيقة يعني أنا أجد البعض أنه بدأ يعترض وأنه هذا حرام وهذا، وأنا حقيقة يعني من هذا الموقع أقول لهم اتقوا الله فيما تحرموا على الخلق، لا تقول حرام لما أحل الله. الله سبحانه وتعالى أحل البيع، الله سبحانه وتعالى أحل في الإسلام الجعالة اللي هي السعاية، ما إحنا الآن في أي عمل لازم نعمله أو حد يدل لنا على خير بتكون له نسبة، صاحب البيت تشتي تدي له بيت إذا لازم يكون له نسبة. طيب ما هو بيشقى على نفسه من هذا النسبة أساسا، تعتبر كعمل أنه يفرغ وقته ويروح يكلم هذا ويدعي هذا ويروي هذا الأرض يروي هذا البيت يروي هذا، فبتمر على أكثر من شخص من أجل أنك ترويهم. فأنا الآن العلماء اللي حرموا، أنا مرة أحد العلماء اللي أنزلوا له فتوى بالتحريم دخلت على رقمه خاص قلت له حاورني فهمني أنقذني إن كنت أنا على خطأ، يعني ليش؟ لأنه أساسا أنا بكون في ذمتك أن استمريت في هذا العمل وأنت ما نصحتني، يعني النصح منك وأنا مني أن أخذ بهذا النصيحة إن كانت في حقها. فطبعا ما حصلش أنه لا تحاور معي ولا حاولت أعرفه بنفسي بمقطع صوتي، يعني ليش؟ لأنه أنا أشتي أوصل الفكرة يقنعني بتحريمها فأنجو بنفسي من النار، أو يقنعني بتحريمها أو أقنعه بالعمل، لأنه ما يصلحش الإنسان أنه يحرم من غير ما يفهم طريقة العمل والآلية. إحنا نعرف أنه في 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 شركات محرمة، وبعدين أقنعتيه ولا أقنعش؟ طلع لا لا، من عليه التحريم عليه إثبات الدليل. طلع هو أرسل لي مقاطع قرآن وحديث وهذا، لكن قلت له افهم العمل السائر، بل لا تقولوا كمن قال ويل للمصلين وترك بقية الآية. فطلع طالب بيعمل نسخ لصق، طالب مش عالم ولا شيء، طالب هو طالب من طلاب العالم ويتكلم باسمه، يتعامل هؤلاء الأشخاص يعني عايش في غير المجتمع الذي لهم أفكار الشركة، عايش في بيئة منغلقة. طيب ايش رايك تجيب كرسي وجهنا تعلق على هذا؟ أيوة جيب كرسي هنا الاستاذ، ممكن صالح صالح جيب الاستاذ نتعرف عليه، ممكن انه يوضح، لكن انا كلماتي بسيطه مختصره. انا لست بعالم لافتي، لكن الله سبحانه وتعالى جعل البيع محلل وفيه اشياء محرمه واضحه. صحيح، تفضل. فاحنا نقول لكل شخص، أيوة تواصل يا أمك، قد ربما يعني يطرق هذا المطرق فيحرم الكثير من فرصة العمل، من فرصة الخير اللي جاية للناس. صحيح، سنت فنقول أنا شفتك متحمس فنسمع تعليقك. أيوة فنقول اطلعوا على عمل الشركة، على طريقة الأرباح، على كيف إحنا بنشتغل. يعني أنا الآن لما أجي أدرب، لما أجي أحضر أني أدرب النساء أو أدرب مجموعة من الناس من أجل أن يحظوا بحياة كريمة، ويقولوا أنتم بتأخذوا مبالغ هكذا لله وفي الله، يعني لله وفي الله أقول له تعال شوف كم تعبنا، كم دربنا، كم تكلمنا، كم شرحنا، كم وضحنا، كم سافرنا، كم تنقلنا من محافظة لمحافظة، من قال إن إحنا بنأخذ مبالغ بدون جهد وبدون تعب؟ طبعا إحنا الحمد لله عامل حلقات كاملة هذه، وعندنا طرق، مش كيف تقنع العالم إنه يغير الفتوى، كيف تقنع العالم يصير هو من القادة في الشركة، والحمد لله عندنا علماء الآن قادة، وانت عارف بفضل الله. نرجع الحلقة الآخرة، نعم نقول ليس علمنا أفضل من علماء العلماء اللي اطلعوا على النظام سير الشركة. صحيح. وافتوا بتحليله لاطلاعهم على الجانب هذا. نحن طبعاً لا باختصار علماء ولا اقتصاديين. باختصار كيف الطريقة اللي نسويها؟ نحن نجيب الشخص اللي يقول لك سير نستفتي، يقول له لا، جيب العالم يسمع المحاضرة كاملة ولا تكلم شيء، على طول يشترك ويقول لك على بركة الله. عدد أشخاص هكذا، الشخص هو نفسه أحيانا هو اللي يشكل العالم، يصير يا شيخ في الشركة وقالوا، فالشيخ يقول لك ابتعد عن ما دام انت، لا هم يقولوا ابتعدوا عن الشبهات، هذا الكلمات تسبب ذبذبة في صح. في رؤوس الناس اللي ما صحيح. عندهم وعي، وبذلك أحرم شريحة كبيرة من الناس، بيكون هو مأثوم في حقهم. احنا بنسمع تعليق الحبيب ونتعرف عليه، إن شفته متحمس لهذا النقطة إن شاء الله. بس أريد أقول الشيء قبل ما ننتقل، الآن أنت ذكرتي أنه من أهم الأشياء أنك تساعد الناس غصبا عنك، فتبدأ تطبق مبادئ الدين. نعم. مبادئ الدين عندما تساعد الناس الله يسعدك ويكافئك في الدنيا وفي الآخرة. والشركة نفس النظام، عندما تساعد الناس يكافئك الله درجات أعلى وأعلى. الحين أم الحسن أول مرة أيضا نحاورش، وقد أنت مرحلة جديدة، إيش المرحلة الجديدة؟ ماسين الزواج التنفيذي. كم ماسين ما شاء الله؟ خمسة، وكان على أساس اليوم السادس حيطلع، لكن بكره تعثر يمكن، اي في هذا الشهر باذن الله ما شاء الله. اذا انت ساعدتي ماسيين في ساعد ان شاء الله، طلعتي مراحل عاليه، نبارك لك مباركه جديده، احنا كل اللي قال نبارك لك. نعم ان شاء الله.
فنريد نجيب الاسرار النجاح هذا السريع اللي ما شاء الله كل مره تقفزين من مرحله لمرحله. وقت اخر برضه وقد ناقشنا في الرحله في الاشياء القادمه، بس نتعرف على اخونا الحبيب. بس قبل ما انقل الميكروفون، حكايه انه طلعي طبعا حكايه المساعده للناس، يكفيني شرفا انه اللي كان يعني اللي حتطلع انها امراه ارمله ربت ابنائها، كانت ستصل لمرحله الماسيه وتحتها ايضا يتيم. هذا الكلام لم يأتي من فراغ ولم يأتي مقابل الصدفة ولا الحظ، لأن البعض يعني أقول لكم في الشركة أول ما طلع في بداية الشهر طلع ماسي، بعد أسبوع طلع ماسي، بعد أسبوع طلع ماسي، يعني طلعوا 3 أو 4 ماسيين بشهر واحد. فجاءت واحدة من البنات الله يرضى عليها تقول لي يا أستاذ أنت معش فقاس بيفقس ماسيين؟ ما شاء الله ما شاء الله. قلت لها يا غاليتي المحضن هذا له 2 سنين وهو يترعرع، المحضن اللي فقس الماسين له 2 سنين وأنا في تدريب وفي متابعة وفي مد يد العون لكل متعثر، فأمر طبيعي ونتيجة طبيعية أنه يفقس. من زرع حصد. أيوة، فأقول أنه إحنا بنعمل وتفقسنا ماسي جديد. أيوة اليوم. طبعا هذا اللي
Thank you.